تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. مشهد اليوم ينفتح على لبنان من خلال قرار مقترح فرنسي لمجلس الأمن الدولي بتمديد بقاء قوة اليونيفيل الدولية في لبنان لعام آخر، مع تقليل أعداد الجنود المشاركين فيها من 15,000 إلى 13,000، وإتاحة السماح لها بالوصول إلى أماكن جديدة خاصة عند الخط الأزرق الذي على الحدود مع إسرائيل، والذي يقال إن به أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية. يأتي هذا المقترح الفرنسي قبل أيام من زيارة يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها إلى لبنان. استبقتها أيضا تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، تصريحات للأمانة هي مخيفة، يعني حذر فيها من زوال لبنان إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن. حول هذا الموضوع ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي سنناقش ملفها بعد قليل، ولكن الآن نتجه إلى ملف الساعة، وهو الملف الخاص بالقبض على نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والذي تم القبض عليه اليوم من قبل وزارة الداخلية في منطقة التجمع الخامس. حول هذا الموضوع ينضم إلينا على عبر الهاتف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك، وكيف يعني تابعت هذا الخبر؟ بعد تقديم التحية لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا، شفت الحقيقة ان احنا اليوم قدام ضربة امنية ناجحة ومتميزة، ضربة قوية من قبل وزارة الداخلية الى احد اهم واخطر العناصر القيادية في تنظيم الاخوان الارهاب. النهاردة بعد سنوات من ادارة هذا الشخص بنشاطات الارهاب داخل صفوف الجماعة من اللحظة الاولى لثورة 30 يونيو، والجميع كان او كافة الاصابع وكافة اشكال الاتهام كانت توجه الى محمود عزت باعتباره هو الشخصية القيادية التي شكلت التنظيمات الارهابية التي خرجت من رحم الجماعة، مثل حركة حسم ولواء الثورة والعقاب الثوري وغيره من التنظيمات، و الأسماء اللي تداولتها الجماعة خلال الفترة الماضية. ومؤخرا في الفترة الأخيرة الحقيقة بعد القبض على محمد بديع المرشد العام للإخوان، أصبح محمود عزت هو المرشد العام للإنابة، وأوكد إليه كل أشكال الاتصال بالعناصر الخارجية والمكتب الدولي للإرشاد، تنظيم الدولي عفوا للإخوان، وهو اللي كان بيقوم بعمليات التنسيق، ولذلك اكتسب أهمية كبيرة جدا. وده اللي بيشير إلى أن الجهد الأمني الحقيقة كان في سياق ممتاز جدا، أنه هو يكثف معلوماته حوالين شخص التنظيم ربما بيقوم بعمل خطط كبيرة جدا ومعقدة من أجل إخفائه وضمان سلامته حتى يضمن استمرارية عمل التنظيم، وهو ممسك بهذه الملفات الهامة. النهاردة وإحنا قدام عملية القبض عليه وهو حي، ويتم كل وضع يد الأجهزة الأمنية على كل هذه المنظومات، كلها هيتم تحويلها إلى جهات التحقيق وإلى نيابة أمن الدولة العليا ومن ثم جهات القضائية. محمود عزت متهم في العديد من القضايا وصادر بحقه أحكام غيابية هيخضع عليها على الفور، لكن قبل ما يخضع عليها يكون هناك مجموعة من المعلومات الجديدة والحديثة هيستطيع الأجهزة الأمنية وأجهزة التحقيق أنها تستكمل بها صورة النشاط الإرهابي اللي بتطلع بيه الجماعة والتنظيم خلال الفترة الماضية.
نظرك كيف استطاع الاختفاء طوال هذه الفترة؟ يعني كان البعض يظن يعني أن جميع قيادات الإخوان الآن هي مقبوض عليها وفي السجون، أم أنها أيضا هربت وخرجت إلى الخارج؟ بوجهة نظرك كيف استطاع أن يختفي طوال هذه الفترة دون أن يعرف مكانه؟ يعني القيادات الرئيسية اللي من هذا النوع بيبقى التنظيم بيحرص وبيبذل جهد كبير جدا لتوفير العديد من الملاذات، تحركاتها في سرية تامة، عمليات الإخفاء وعمليات التحرك بتبقى على درجة فائقة من السرية حتى على أعضاء الجماعة نفسهم. يعني الشخصيات يعني حتى على المرشد نفسه الذي قبض عليه منذ فترة طويلة جدا في بدايات يعني في بدايات القبض على قيادات الإخوان، حتى لم تكن تعلم مكانه فعلا. يعني هذه ملحوظة صحيحة، حتى هذه القيادات لم تكن تعلم مكانه. بيتم استخدام حتى سلاح الشائعات، خرجت موجة كبيرة جدا من الشائعات والتي وصلت لحد أن جميع أعضاء التنظيم كانوا يظنوا أنه هو خارج مصر، وترسخت هذه الإشاعة بشكل كبير جدا، وده كان مقصود. الأجهزة الأمنية طبعا لم تلتفت لمثل هذه المسائل، وكانت بدأب شديد جدا بتشتغل طول السنوات الماضية، تدرك أنها يعني تسير وراء سن ثمين، حتى وصلت إلى ملاذه الآمن الأخير الموجود فيه اللي تم القبض عليه. بوجهة نظرك هل هناك يعني قيادات أخرى منتظر القبض عليها لا يعرف، مثل هذا يعني مثل محمود عزت، هل هناك قيادات أخرى لم يعرف بعد إذا كانت خارج مصر أم داخل مصر، أم أن هذا يعتبر آخر من تم القبض عليه؟ لا، على المستوى القيادي وأعضاء مكتب الإرشاد والقيادات الكبيرة في جماعة الإخوان، هذه محمود عزت هو آخر الموجودين في هذا الإطار، أو أن يكون هناك قيادات وسيطة يثبت من التحريات ومن العمل الأمني أو من استجواب محمود عزت بأن هم منخرطين في إدارة النشاط الإرهابي والعمليات الإرهابية أو ارتكاب أي عمليات مخالفة للقانون، وهنا تبقى الأجهزة الأمنية وراء هذه القيادات الوسيطة. لكن على المستوى القيادي الكبير وأعضاء مكتب الإرشاد يمثل محمود عزت الحلقة الأخيرة اللي موجودة كانت هاربة واللي متهم في قضايا عديدة مطلوب مسؤوله أمام العدالة فيه. طيب وجهة نظرك يعني القبض على محمود عزت اليوم ماذا يمثل؟ يعني هل يمثل ضربة كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين؟ ما فيش شك طبعاً، توصف العملية الأمنية بأنها ضربة ساحقة للتنظيم، باعتبار أن احنا بنتحدث عن الذي يعني الشخص الذي كان يدير الجماعة في منصب المرشد العام بالإنابة، والمرشد العام بالإنابة يعني طيب بوجهة نظرك يعني إلى أي مدى يستطيع هذا التنظيم إيجاد بدائل؟ يعني هل جميع الشخصيات التالية لمحمود عزت هي الآن مقبوض عليها؟ لا، ما هيش بالسهولة، ليست بهذه القدر من السهولة. لا يستطيعوا تعويض قيادات لديهم الخبرة والسنوات الطويلة اللي قضوها في المناصب القيادية طوال السنوات والعقود الماضية. هم المجموعة دي هي الأدرى بأعضاء الجماعة في كافة محافظات مصر وأيضا في خارج مصر، مع الاتصال مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. ليس بالسهولة تعويض هؤلاء، ولذلك تدخل جماعة الإخوان في دوامة حقيقية خلال الفترة القادمة تزيد وتعمق من أزمتها اللي هي بتعيش فيها، كانت على أرض الواقع لم تكن الأمور في أفضل أحوالها حتى من قبل القبض على محمود عزت. طيب بوجهة نظرك القيادات المتواجدة في الخارج ما هو يعني ما هي العوائق التي تحول دون القبض عليها من قبل الدول التي يتواجدون فيها وتسليمها لمصر؟ العوائق الوحيدة أن هذه الدول التي يتواجدون فيها هي تقوم بحمايتهم
وهي التي وفرت لهم الملاذات الآمنة. وهذه الدول هي دول داعمة لمشروع الإخوان وتقدم نفسها باعتبارها راعية لهذا المشروع على المستوى الدولي، ولذلك فرت هذه العناصر سريعا إلى هذه الدول على اعتبار أنها تدرك تماما أن الأجهزة الأمنية والأنظمة السياسية لهذه. طيب آخر سؤال بوجهة نظرك، لماذا مثلا يعني وحضرتك اديتني فرصة أن أنا أجاوب على السؤال الماضي ولا يعني طيب تفضل هل وضحت الإجابة؟ تفضل، لأن هناك عفوا لأن هناك مشكلة في الصوت، يعني في تقطع الصوت، فتفضل أكمل. طيب شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا يعني كانت هذه متابعة لواقعة القبض على محمود عزت النائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والذي تم القبض عليه اليوم من قبل قوات الشرطة في منطقة التجمع الخامس. فاصل قصير نبدأ بعده مناقشة ملف حلقة المشهد اليوم، وهي عن الاقتراح الفرنسي بتمديد بقاء قوة اليونيفيل في لبنان، فكونوا معنا ومع ضيفنا بعد هذا الفاصل. دعا مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل لسنة واحدة، مع خفض عدد الجنود من 15,000 إلى 13,000 جندي. ويدعو مشروع القرار الذي صاغته فرنسا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، المتصلة باكتشاف أنفاق وفقا لمزاعم إسرائيلية. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل إسرائيل أصرت خلال المشاورات على خفض عدد اليونيفيل، وانتقدت في الوقت نفسه عدم تحركها في مواجهة حزب الله الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية طالبت أخيراً بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل، خلاف إسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهمتها بالانحياز وعدم الكفاءة. ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع خطة مفصلة بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء اليونيفيل. ودعا غوتيريش إلى أن تكون القوة أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة، مشيرا إلى أن ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. وشكلت اليونيفيل في 1978 وتم تعزيزها بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوما في صيف 2006، وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية وعزز من انتشار اليونيفيل ومهماتها، إذ كلفها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب أو نبدأ بالترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ إدمون بطرس المحلل السياسي ورئيس الرابطة القبطية في لبنان. مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني قبل أن نتطرق إلى موضوع اليونيفيل فلنتطرق أولا عن الوضع العام في لبنان، فيما يبدو أن الملف اللبناني تاه قليلا وسط مجموعة من الملفات التي تعتمل في منطقة الشرق الأوسط.
كيف هي الأوضاع الآن؟ بالحقيقة هو الملف منه تايه منه ضايع. الملف أصبح أكثر تعقيدا وخاصة بعد الزلزال الانفجار في 4 أغسطس. لأنه هذا الانفجار اللي حصل في بيروت كناية عن 2750 طن من النيترات الأمونيوم اللي موجودة من سنة 2014 بمرفق بيروت، وتناقل المسؤوليات والتملص من المسؤوليات، لأنه في حوالي 6-7 أجهزة مسؤولة عن الموضوع، من إدارة المرفق إلى الجمارك في المرفق إلى وزارة الأشغال إلى الحكومة برمتها إلى قيادة الجيش من مخابرات الجيش وأمن الدولة، في مسؤولية كبيرة إلى القضاء. فإذا في عدة أجهزة تقريبا أكثر من 6 أجهزة مسؤولة عن الموضوع، والموضوع متشعب ومعقد وفيه تملص بشكل واضح، لأنه في مسؤولية بتقع على حدا، وكل الأفرقاء السياسيين بلبنان اللي هي السلطة الحاكمة وليس السلطة الموجودة فقط اليوم، السلطة اللي حكمت على مدى 30 سنة أدت إلى نظام سياسي مهترئ وفاسد، جاء بمسؤولين بال2014 غير قادرين أن يقوموا بواجباتهم أو لا يريدون أن يقوموا بواجباتهم، فكله عم بغطي عن كله. الأفرقاء السياسيين اللي عم تشوفهم اليوم بلبنان اللي هن بالسياسة متناقضين، ولكن هن بالمصالح هن متفقين ومتحدين، هن متقاسمين السلطة متقاسمين ثروة البلد، أدت إلى صرف أموال العشرات المليارات من الدولارات يلي وصلت بالآخر أنه الدين الداخل اللبناني مصرف المركزي اللبناني عم ياخده من أموال المودعين، وأصبح اليوم الودائع للمودعين اللبنانيين والأجانب الغير لبنانيين والمغتربين راحت. يعني اليوم الدولار ب7000 ليرة مبيع شراء ما بتلاقيه، في حين كان الدولار 1500، يعني الدولار طلع من 500 إلى 600%. يعني اللي كان بيملك تقريبا 600,000 دولار صار بيملك 100,000 دولار، واللي بيملك 6 مليون دولار صار بيملك مليون، واللي بيملك 6,000 دولار صار بيملك 1,000 دولار فقط. بالحقيقة يعني الناس بلبنان أفلست، ومش بس أفلست، المصارف اللبنانية حتى اللي عنده مصاري بالبنك المصارف ما عم تعطيه بأمر من البنك المركزي. فإذا اليوم ما بتعطيه ما بتسمح له يأخذ مصاري، طب كيف يعني تسمح له ياخذ مثلا تنقول بما يوازي جزء من رصيده يسمى رصيده. يعني العائله اللي كانت عم تصرف بالشهر 5000 دولار اليوم بيسمح لها تاخذ 1000 دولار. يعني اصبح الناس طب يعني بعيدا عن الانفجار. نعم. يعني بعيدا عن الانفجار موضوع اليونيفر يعني موضوع يعني مهم. مش يعني موضوع مهم يعني الموضوع. يعني لبنان لا ترى انه ليس استثناء من يعني ظاهره تضرب الوطن العربي ككل، العملات العربية تتساقط أمام الدولار، رغم أن الذي يسند الدولار هو البترول العربي. نعم. يعني بعد سقوط الولايات المتحدة، سقوط الغطاء الذهبي للدولار في الستينيات أو خمسينيات القرن الماضي، من الذي دعم الدولار؟ هو البترول العربي الذي قيمة بالدولار، هو أصبح عملة عالمية. الذهب لم يسقط في الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي لا الغطاء الذهبي للدولار الذهبي تعهد يعني أن يغطي العملة الأمريكية بالذهب يعني ثم قرر أن يغطيها. فيتنام حتى يتضح الأمر للمشاهدين. يعني قبل حرب فيتنام كان الدولار الأمريكي له غطاء ذهبي. تستطيع أن تذهب إلى البنك وأن تبدل الدولار بقدر ما من الذهب. بعد حرب فيتنام ويعني شبه انهيار للاقتصاد الامريكي سقط الغطاء الذهبي للدولار، ومن انقذ الدولار هو البترول. بالحقيقة الرئيس الامريكي حين ذاك اعتبر ان الغطاء للعملة الامريكية هي القوة الامريكية، هي القوة الاقتصادية الامريكية والقوة العسكرية الامريكية، هذا هو ما اعتبره غطاء. ان بعض الدول التي تغطي عملتها بالذهب هو قال نحن أقوى اقتصاد في العالم وأقوى قوة عسكرية في العالم، فهذا هو غطاء عملتنا. عملتنا متوازنة مع قوتنا العسكرية. اليوم إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تتمتع بهذه القوة العسكرية الكبرى وبهذا الاقتصاد الكبير، ولو كانت العملة مغطاة بالذهب فسوف تنهار عملتها.
ان قوتها اليوم قوتها الاقتصادية. انا اتحدث عن ان يعني ايه الدولار الان هو الذي تقيم به العملات العربية. والدولار هو المسنود باخر ملجأ له وهو البترول العربي والعالمي. يعني بداية كان البترول السعودي ثم الآن البترول العالمي هو الذي يسند الدولار الذي تنهار أمامه العملات العربية بما فيها الليرة اللبنانية. لا علاقة لقيمة الدولار وصرف الدولار في العالم أو العالمي في الوضع المتأزم في لبنان. وضع متأزم في لبنان هو اختلاس بشكل واضح. الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية مجتمعة من الأحزاب اللبنانية بددوا أموال اللبنانيين بمشاريع جزء منها وهمي وجزء منها بمبالغ مبالغ فيها. يعني مشروع تكلفته 100 مليون يقول عنه 200 مليون أو تكلفته 100 مليون يلازموه لشركة تانية ب 70 مليون. صار في اختلاس كبير على مدى. طب أليس هذا بمشاركة الخارج؟ أليس لبنان ملف فرنسي منذ أن أنشئ لبنان؟ يعني هل يفعلون ذلك بمنأى عن سياسي وبنوك واقتصادات الخارج هؤلاء الذين يحولون أموالهم؟ يا سيد الكريم البنك النقد الدولي والبنك الدولي قال وبصراحة لمرات عديدة على عقود أن مطلوب لبنان إصلاحات إدارية وإصلاحات سياسية وإصلاحات اقتصادية وإصلاحات إدارية، ولبنان تخلف عن هذا الموضوع. وكان كل مرة يتقدم لبنان بطلب قرض أو هبة أو قرض بفوائد مخفضة، فكان البنك الدولي تارة يحدد أن على لبنان أن يقوم بإصلاحات وإلا لن يمنحه أموال، ولكن فيما بعد الدول العالمية منحت لبنان كي لا ينهار. فلا نستطيع أن نحمل المسؤولية للدول الإقليمية والدول العالمية لأنها تسند لبنان من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا إلى كندا. تسند لبنان وتسمح بتحويل. يعني كيف يتصرف هؤلاء الساسة الفاسدون الذين تتحدث عنهم أنت في لبنان تحديدا؟ أنا أتحدث عندما أقول تسند لبنان تسنده كي لا ينهار كدولة. نعم يعني يعني فلوتينج، يعني تجعله فقط طافيا فوق الماء غير مسموح له بالغرق وغير مسموح له بالإقلاع. ولكن بالتوازي كانت هذه الدول تطلب من لبنان إصلاحات سياسية وإدارية وإصلاحات على كافة القطاعات. تطلب ولا تضغط؟ لا يعني حين حصلت اليونان على قرض بعد اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي. نعم أنا أتحدث عن مسار صحيح. نعم طلب منها من اليونان تقشف وإصلاح إداري اقتصادي معين بإشراف وبضغط أوروبي. لم يحدث هذا مثلا في الملف اللبناني. كان يطلب من هؤلاء وتأكد تماما أن هؤلاء الذين كانوا يحولون أموالهم للخارج وثروات لبنان التي تسرق وتحول للخارج هي على يعني مرأى ومسمع من هؤلاء الذين يطالبون بالإصلاح. يعني طيب هذا يقودني عفوا إلى ملف يعني نفس الملف. ما الذي تتوقعونه من فرنسا في الملف اللبناني أو تتأملون؟ فرنسا لا تملك العصا الصحرية. نعم فلنتفق ونكون صريحين. فرنسا تسعى وتحاول جاهدة وتضغط وتنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن زيارة الرئيس ماكرون إلى بيروت السابقة والقادمة ليست من تلقاء نفسه، فهو تكلم عن الرئيس الأمريكي وقال بصراحة إننا متفقان على بعض النقاط بما يختص لبنان بما يختص الإصلاح بما يختص كذا كذا كذا. فهذه النقاط إن الرئيس ماكرون لا يملك العصا الصحرية ولكن هو يستطيع أن يضغط. لقد طلب في زيارته السابقة إلى لبنان بإصلاح سياسي بإصلاح إداري ومواضيع محددة منها قانون انتخابي حديث يسمح للمستقلين خارج الأحزاب اللبنانية بالوصول إلى الندوة البرلمانية بتشكيل حكومة توافق من التكنوقراط والاختصاصيين بإصلاحات سياسية بإصلاحات مالية، وقال أنه سيعود في أول سبتمبر إلى لبنان. نعم. يعني في غضون يومين سيكون في لبنان. وبالطبع لبنان حتى اليوم لم يقم بتأليف حكومة، لم يقم بأي إصلاحات مالية ولا إصلاحات إدارية ولا أي إصلاحات سياسية ولا قانون انتخابي. كان على
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن يقوم بمشروع قانون للانتخابات النيابة قبل تقديم استقالة حكومته، وهذا كان أمرا لا يستهان به. نحن وجهنا الطلب إليه أن يقوم بالقانون الانتخابي قبل استقالته، ولكن على ما يبدو أن هذه الاستقالة جاءت على مضض، ولم تأتي هذه الاستقالة من تلقاء نفسه، لأن كان هنالك تصادق سياسي بين الحكومة اللبنانية ومن وراء الحكومة اللبنانية والدول الإقليمية وعلى رأسها فرنسا. إذا الرئيس الفرنسي جاء وقال أنا أطالب بإصلاحات، فقام الرئيس حسان دياب على مضض بتقديم استقالته كي لا يستطيع أن يقوم بهذه الإصلاحات في هذه الفترة الزمنية الصغيرة والمحددة إلى أول سبتمبر. طيب يعني إصلاحات في إطار ماذا؟ يعني نعم. حينما خرج المتظاهرون اللبنانيون بالمطالب المتظاهرون أولا محاسبة السارقون واللصوص، هذه النخبة الطائفية أو إسقاط يعني فكرة الطائفية نعم. عن الشعب عن النظام السياسي طيب الكتل الطائفية هي الآن تراجعت خطوة واحدة للخلف وتنتظر، يعني كيف يجرى إصلاح وهذه النخب الطائفية متواجدة وراسخة ولها عمق شعبي وتنتظر أن يطلب منها أن تأتي مرة في بداية هذه الحلقة قلت لك أن الوضع في لبنان أصبح أكثر تعقيدا. نعم. اليوم عدد النواب في لبنان 128 وهم الأكثرية الذين في مجلس النواب اللبناني هم للأحزاب الحاكمة، تيار المستقبل، حزب الله، حركة أمل، تيار المردة، تيار الوطن الحر، القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي. هؤلاء السبع الأحزاب هم الذين يحكمون لبنان، هم الذين يتقاسمون لبنان، هم الذين تقاسموه، هم الذين نهبوه وسرقوه وقالوا عقولها علنا. اليوم مطلوب إعادة المال المنهوب حوالي 90 مليار دولار، التحقيق في الملفات الفساد والهدر، التحقيق في ملفات سابقة بتلزيم المشاريع منها مشاريع مبالغ في قيمتها. يعني كيف سيعود المال المنهوب؟ هل تعتقد في هذه الأموال التي تم تحويلها خارج لبنان؟ أين يعني أولا ولكن من القضاء تحديد الجهة التي حولت إليها وغالبا ستكون أوروبية. نعم. فرنسا أعتقد أنها كدولة أوروبية لن تساعد في خروج كل هذا المبلغ الكبير من أوروبا وعودته مرة أخرى إلى لبنان. يعني هذه الأموال فيما يبدو أنها ليس شرطا أن يعود إلى لبنان، قد تكون أموال تخص الدولة اللبنانية في المصارف الأوروبية أن تعود إلى أموال الدولة. لبنان اليوم الدولة الفاسدة قبل أن يجرى أصلاحات. أنا أتكلم عن الدولة التي يجب أن يتم العمل عليها. اليوم القضاء لا يستطيع أن يحاسب السياسيين لأن السياسيين هم عينوا هؤلاء القضاة. صح؟ طيب هذه معضلة جديدة لأن شرط من سيحاسب شرط أن تحصل على الأموال المهربة من الخارج هو حكم قضائي تام والقضاء مسيس. يعني سيقول لك ان لهذا قلت لك ان قضية لبنان اصبحت اكثر تعقيدا. اما ان يكون للبنان حالة ان يوضع لبنان تحت تصرف اممي وهذا سيخلق نوعا من الحرب الاهلية في لبنان، لان حزب الله سيقول ان ما يطالب به المجتمع الدولي في إعادة أموال منهوبة تحت تصرف أممي بمعنى نحن اليوم في اتفاقية أمم المتحدة 1701 وضع لبنان تحت الفصل السابع أن يكون لبنان تحت سلطة الأمم المتحدة والدول الإقليمية. إن حصل أي مثلا الآن نتكلم عن اليونيفيل وإسرائيل تقول أن التجهيزات لليونيفيل من السيارات النقل الجند لا تنفع تدخل في الأحياء الشعبية والمناطق الجبلية. هذه الاتفاقية تقول إذا إسرائيل اعتدت على لبنان أو لبنان اعتدى على إسرائيل فهناك يكون تدخل للأمم المتحدة في ليس الفصل بين إسرائيل ولبنان ولكن التدخل مباشرة لفرض الأمن في لبنان او في اسرائيل على حدود اسرائيل. يعني وهذا ما هي القوة التي تستطيع ان تردع مثلا اسرائيل
في الجنوب اللبناني. نحن نعلم الآن أن الأمم المتحدة منحازة لإسرائيل منذ عام 1948 ولكن نحن نتكلم بالمطلق عن القوانين التي تم والقرارات التي صدرت بالأمم المتحدة. نحن نقول 1701 داخل 1701 هنالك بند اسمه الفصل السابع يضع لبنان تحت الفصل السابع، وفصل السابع يعني تدخل الأمم المتحدة وقوة دولية لفرض الأمن في لبنان. إذا افتراضا نقول أن حزب الله قرر أن يفرض سلطته داخل الدولة اللبنانية، وهذا ليس من حقه. فمن هنا من هذا المنطلق الأمم المتحدة والقوات الدولية تستطيع أن تدخل في لبنان عسكريا لفرض السلطة والسيادة اللبنانية. طب هل يعني هل تتوقع فرنسا شيئا ما في المستقبل القريب بحيث أنها طلبت تمديد بقاء قوة اليونيفيل في لبنان؟ هي ليس موضوع طلب روتيني، هذا قرار روتيني يتم تجديده كل سنة. كل سنة، فليس هنالك يعني ليس هنالك شيء جديد لنبحث فيه موضوع اليونيفيل. ما الذي قصده وزير الخارجية الفرنسي حين قال إن الوضع مخيف ويهدد بقاء الدولة اللبنانية؟ زوال صح لبنان صح. ما الذي قصده؟ لا، ما يجمع لبنان اليوم؟ ما معنى زوال لبنان؟ هو الدستور اللبناني. الدستور هو عقد اجتماعي لأي دولة، عندما ينهار هذا الدستور تنهار الدولة. أي دولة في العالم عندما ينهار دستورها تنهار الدولة. هنالك يعود السكان هذا البلد ليتفقوا على دستور جديد. قد يكون هذا الدستور يؤدي إلى تقسيم البلد، قد يأتيك كما العراق. عفوا يعني هل يتصرف الساسة اللبنانيون يعني حتى لا نتحدث بمسؤولية؟ حتى لا تحدث عن حبر على ورق. هل يتصرف الساسة اللبنانيون بمقتضى ما هو مكتوب في الدستور؟ يعني أنت تتحدث عن فيما يبدو أنها يعني أشياء تحولت إلى حبر على ورق. هل السرقة، هل الاختلاس، هل الفساد السياسي، هل الفساد الإداري، كل هذا هل هذا مطلوب في الدستور اللبناني؟ يتصرف الساسة اللبنانيون في الشكل وليس في المضمون. في الشكل يقول أنه مجلس النواب عليه أن يكون 50% مسلمون و50% مسيحيون، يؤتى ب 50% مسيحيون، ولكن اي 50%؟ هل من يؤتى بهم ال 128 نائب يمثلون الشعب يعني اللبناني؟ فيما يبدو ان هذه هي الازمه الرئيسيه. نعم. التحايل على يعني التحايل على القوانين، يتحول هذه الدساتير الى او القوانين الى مجرد حبر على ورق. لا تتحول الى حبر على ورق، تتحول الى سلاح بايدي الدكتاتوريين الذين يتلطوا في عباءة الديمقراطية. إذن ليست المشكلة في سقوط الدستور، المشكلة في تنفيذ روح القوانين وروح الدساتير، وهو ما لم يحدث. نعم، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها ستضع بعض اللبنانيين خارج حزب الله على لائحة المطلوبين وليس سياسيا، ولكن أن تتحفظ على أموالهم وعقاراتهم خارج لبنان. وهذا على ما يبدو أن فرنسا ستأخذ هذا المجرى أن تتحفظ على أموال بعض السياسيين اللبنانيين، وهكذا نكون دخلنا في آلية ضغط حقيقية على الساسة اللبنانيين. لأن الآية تقول حيث يكون كنزك يكون قلبك، فهذه هي الوسيلة الوحيدة للضغط على الساسة اللبنانيون أن يقوموا بإصلاح سياسي. أما أن يقوموا بإصلاح سياسي يؤدي فيما بعد إلى زوالهم، من الذي يمكن أن يقوم بذلك؟ مثلا فرنسا؟ نعم، فرنسا، يعني من الذي يمكن الأوروبي أن ينفذ؟ فرنسا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة يعني الأمريكية. إذا كان هؤلاء شركاء بأموالهم، يعني هل تعتقد أنهم يحولون أموالهم في البنوك فقط؟ أولاً لا أدافع لا عن فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي. هذه الدول ليست شركاء مع اللصوص الموجودين في السلطة في لبنان على مدى 33 عقود، وهذه الأموال التي تكلمت عنها حضرتك ليست موجودة في أوروبا. كيف موجودة؟ ليس هم يعني إذا كنا نهاجم سياسيين ومفسدين في الداخل. نعم. فيجب أن نتنبه إلى أن هناك مساحة ما يستغلونها في الخارج تتيح لهم تهريب هذه الأموال. يعني الأموال يعني تم تهريبها المليارات. إذا هرب شخص
عدة مليارات. نعم. هل تعتقد أن البنوك هناك تتحقق بشكل كامل من مصادر الثروة أم أنه له علاقات بعض التحقيقات الآن مع كبار السياسيين؟ بعض التحقيقات الآن تقول أن بعض الأموال تم تهريبها إلى جزر فيرجن آيلاند الأوفشور يعني، فهذا لا يعني أنها موجودة. والأوفشور هذا برعاية أوروبية تحديدا، يعني هو فكرة بريطانية. نعم. يعني وهو تحويل إلى جزر ما. نعم. يعني تمتلكها إحدى الدول الكبرى مثل إنجلترا أو فرنسا. نعم. أو أي دولة. نعم. وهذه الدول غير خاضعة لقوانين. نعم. الاتحاد الأوروبي. نعم. ثم بعد ذلك لما عندما يمر عليها فترة تكون. نعم. قد استثمرت ويعني كي لا نطيح في هذه الحلقة المثمرة. فلنبقى في لب الموضوع. لب. نعم. الموضوع هو المال المسروق وإعادة المال المسروق المهدور من لبنان. على القضاء في هنالك قضاة في لبنان موصوفون بنظافة الكف وغير محسوبين على أحد، يستطيع هؤلاء القضاة أن يتبنى موضوع المال المنهوب. يجب أن ننطلق من القضاء. يجب أن ننطلق من القضاء. طب وتشكيل الحكومة المتوقع بعد. نعم. أيام، يقال إن هناك وعد بتشكيل حكومة جديدة، هل. نعم. هذا يمكن أن يؤثر على هذا الموضوع وهل ستنجح النخبة السياسية؟ أعتقد أنا أن الحكومة القادمة لا تستطيع أن تقوم بأي إجراءات في لبنان، ولكن تستطيع أن تقوم بإجراء واحد وهو ذات أهمية. نعم. هو القانون الانتخابي الذي يأتي فيما بعد بمجلس نواب جديد بوجوه جديدة إلى حد ما بنسبة 40 أو 50%، ولا يمتلك أساس اللبنانيون الثلث المعطل. لا نستطيع أن نغير مجلس النواب ب 128 وجها، ولكن إن تم تغيير حوالي 40 نائب من نواب السلطة فبهذا الشكل لم يعد يستطيع أي من الأحزاب وإن كانت مجتمعة أن تأخذ قرارا، إذ إنها لا تمتلك السلسل المعطل والسلسل المعطل خارج. طيب أعود مرة أخرى إلى. نعم. نفس السؤال الذي سألته، ما الذي يمكن أن تقوم به فرنسا في المساعدة في تأسيس أو ترسيخ حياة سياسية جديدة في لبنان واستعادة الأموال؟ هل تتأملون كثيرا في فرنسا أم أن فرنسا نفسها يعني مرتبكة وفوجئت بكل ما حدث في ملف هو ملف يخصها بامتياز في شرق المتوسط؟ أنا لا أعول كثيرا على فرنسا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بتغيير جذري في لبنان. أنا أقول أننا نطالب بتغيير قابل للتنفيذ. العمل السياسي هو فن الممكن وليس. نعم. فن المستحيل. أنا أقول الفن الممكن في لبنان اليوم هو قانون انتخابي غير مفخخ بعيد عن اللائحة الإلزامية وبعيد عن الحاصل الانتخابي، فبهذا الشكل تفتح المجال لأي مرشح على مستوى الجمهورية أن ينجح في الانتخابات، وهنا يبدأ التغيير. في الندوة البرلمانية تبدأ بالتغيير، وثم الندوة البرلمانية تأتي بنظام حكم جديد. بالطبع حزب الله وحركة أمل وطيار المستقبل وطيار وطن الحر وقوات لبنانية والمردة والاشتراكين لديهم قاعدتهم الشعبية، ولكن قاعدة الشعبية التي يتمثل بها الحراك الشعبي والثوار غير متمثلين اليوم في مجلس النواب، والقانون الانتخابي لا يسمح لهم بالدخول إلى الندوة البرلمانية. اليوم أهم ما يمكن أن تقوم فيه فرنسا، وأعتقد هذا ما يسعى إليه الرئيس ماكرون، هو قانون انتخابي. وهذا القانون الانتخابي لا يمكن أن يتم صياغته والعمل عليه بشكل مفخخ أو شكل خبيث من السلطة أو النواب الحاليين اليوم. يعني يرى بعض يعني ما قرأته عن الأزمة اللبنانية والأزمة العربية عموما أن يعني نتحدث هنا عن لبنان، فيما يبدو أن هذه الدول في حاجة إلى حوار مجتمعي يسبق أي نوع من أنواع الإجراءات التي تحدثت عنها بمثابة النظر في المرآة ورؤية الحقيقة
وبعد ذلك تبدأ كل هذه الإجراءات. يعني هذا أمر خطير جدا. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن ننتظر لحوار عربي شامل لأجل حل مشاكل لبنان اليوم، يعني في الداخل اللبناني، اليوم تنظر كل الطوائف إلى المرآة. في الداخل اللبناني اليوم نحن ما نحتاج إليه الآن هو قانون انتخابي. قبل أن نتكلم عن التحقيق بالمال المنهوب، السلطة، الأحزاب في السلطة هي المتهمة. ما أسهل التحايل على القوانين من نخبة فاسدة. لذلك أقول يجب أن نغير النخبة الفاسدة من خلال انتخابات نيابية تحت قانون انتخابي عادل. عادل ما يعني؟ بعيد عن التفخيخ. هذه النقطة التي هي تستطيع أن تكون قابلة لتغيير أي عمل سياسي في لبنان. غير ذلك فهو ضرب في الهواء. أي كلام غير هذا هو ضرب في الهواء أو ضرب في الماء. التحقيق في المال المنهوب أو التحقيق بأي ملف في لبنان اليوم، كل السلطة العسكرية والسلطة القضائية والسلطة السياسية والسلطة البرلمانية هم شركاء وهم من وليدة رحم هذه السلطة الفاسدة، جميعهم دون استثناء. من كبيرهم لصغيرهم. وجهة نظرك أن الحل هو القانون الانتخابي. القانون الانتخابي. وهذا ما أطالب به للثوار في لبنان. انتخابي وانتخابات للثوار في لبنان دولي، يعني للثوار في لبنان. ما تضيعوا وقتكم بمطالبات كلكم، انتم كلكم يعني كلكم والرئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب، عم بتضيعوا وقتكم. اضغطوا لقانون انتخابي بعيد عن نقطتين، عن اللائحه الانتخابيه الملزمه، هذه ممنوع تكون بقانون انتخابي جديد، وعن الحاصل الانتخابي مشان ما يطلعوا اي مرشح خارج المعركه الانتخابيه، تكون معركه مفتوحه بلا حاصل انتخابي بلا لائحه الزاميه، اللي بيجيب عدد اصوات اكثر هو اللي بيدخل على الندوه البرلمانيه. هذا المطلوب من الشعب اللبناني، هذا المطلوب من الثوار بلبنان، هذا المطلوب من الشهداء الاحياء بلبنان. اذا بدكم تعملوا تغيير سياسي جذري بلبنان، مفروض نبدأ من الندوة البرلمانية وبعدين بصير في تعديل وتطهير بباقي السلك القضائي والعسكري والأمني والدبلوماسي والسياسي. وصلت الرسالة ولسعنا في نهاية هذه الحلقة. غير شكر الأستاذ إدمون بوتروس المحلل السياسي ورئيس الرابطة القبطية في لبنان. شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا. تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أني للأخبار. إلى اللقاء.